عودي معكم، نحن مستمرين لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. تشوفي معلمة وضيفنا الدكتور اسماعيل معتوق، طبيب أمراض جلدي. صباح الخير، الحمد لله على السلامة. اشتقنا لك. أنا كثير. بأي نفسية راجعة؟ راجعة بنفسية إن شاء الله ما تنطفي هالنفسية، بس بدي يوقف السقعة على عارفك. مكربج اللسان ومكربج الدماغ. خالص خالص. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخير. بونجور دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل معتوق، أنت أخصائي بأمراض الجلد. اليوم رح نوجه حديثنا على مشكلة بيعانوا منها الصبايا مثل ما بيعانوا منها الشباب، هي الأكناء. ما بعرف ترجمة حب الشباب. حب الشباب. مش رح نحكي عن المرض بحد ذاته، قد ما رح نحكي عن كيف فينا نواجه آثار هالأكنة على الوجه اللي بطلت درجة من زمان. انه هلا صار دائما الناس بتفكر عنده أكنة لكن دغري بنروح بلاستيك سيرجري وراها، كيف فينا نداوي هالأمر؟ بقى إذا بدك نبلش نحكي أول شيء عن الأكنة، ليش بتظهر؟ أنه على السريع هيك نحكي. هو مرض شائع، أكيد أكثر مرض شائع بالجلد. ليش بتظهر؟ لأنه في بيصير بنسميه ديريغلومون هرمونال، يعني بيلعبوا الهرمونات بفترة المراهقة أو بفترة على المينوبوز. نعم. فاللي بيصير أنه في غدة هي بتفبرك الزيوت. نعم. نوع من أنواع الزيوت إذا بدنا نبسطها، بتلتهب وبتكبر وإلى آخره لتعمل الحبوب اللي بنشوفها. طيب هالشغل يعني بتزيد او بتوصل لمطرح بدها توقف؟ يعني في منهم بيقولوا لك صار لي كذا سنه انا عم بعيشها، وبيكون عندهم اول اثار مثلا اجا فوج صححنا، صار في عندي سكارز، بعدين رجع فجاه رجع طلع صار في عندي سكارز تانيين. في حالات بتوصل لغير مطرح كمان، في حالات بتوصل بتعمل مثل ارينيه بالجسم، يعني بصير في عندهم شيء بين بعضهم بيتصلوا يعني ببعضهم. بصير بيتصلوا ايه، لانه بيطلعوا كثير حد بعض وبتصير عامله مثل هيك بتجوز. في ستيل بنسميها، يعني بتعمل اذا بدك مثل جسر بين الكيس، لانه بتكيس الحبه. نعم. وبتعمل مثل جسر على الجلد. هول اقل، يعني مش هيدا الاكثر شيء بنشوفه، اكثر شيء بنشوفه هن بتبلش بالزيوان اللي بنسميه بوان بلان بوان نوار، اللي بيعملوا له نتواياج او بيفقوه هن، واللي هي شغله ما لازم نعملها. نعم. بترجع بتلتهب بتكبر، وبعدين اذا انتركت بتصير نودول، يعني حبه كثير كبيره، وبتخلص مع فيستول و بتصير توزع، بتحسها بتوزع. نعم. على الباقي. هلا بحال نحن هالشباب عملوا سكارز، شو هي الطريقه اللي فينا نطمنهم؟ انه هل عم بيصير في مثل نوع من بلاستيك سيرجري لهالجلدة؟ وشو هن الريزلتس تبعولها؟ هلا عاده السكارز اهم شيء انه ما نوصل لهالمرحله، مشان هيك عاده بنعالج دغري واوقات بطريقه قويه لحتى ما نوصل للسكارز، لانه اليوم الطب ما كثير عنده حلول 100%، يعني لانه الناس بهمهم 100%. دائما في حلول اقل بكثير، مثل مثلا فينا نعمل اكيد سيرجري للسكار اذا كانت وحده، يعني او وحده او اثنين، فينا نعمل مثل نوع سيرجري لحتى نشيلها، فينا نعمل بيلينج اوقات اللي هو التقشير تبع الوجه، وفينا نعمل ليزر. هلا كمان بعالم الليزر في كذا نوع ليزر بيشتغل عليهم، واحد منهم هو يعني بخفف الاثار ل 40 ل 60% ماكسيموم، والبيلينج كمان يعني. نعم. هيدي شغله لازم نعرفها، لان عاده بيجي المريض بيقول انه عندي اثار بدي اشيلهم، بفكر او بيستنظر 100%. دائما السحر دائما على الاخر. مشان هيك اول شيء بنقول انه 40 60 ما تتوقع. رح نشوف صور هلا بتصور لحتى نحكي يمكن اكثر عليهم قدامنا. هلا البيلينج لازم ينعمل عند حكيم جلد اكيد، مش عند استيتيسيان. اكيد. ميرسي. بس لانه هيدش في بيلينج قوي، لانه في بيلينج بيستعمل فيهم اسيد بيستعمل. لما نقول بيلينج يعني اللي عم بحكي عنه هو البيلينج القوي، يلي اكيد في له ممكن يكون له اثار جانبيه، وطبيب الجلد هو اللي بيعرف لحتى حسبه صار اثار جانبيه بيعرف شو يعمل، يعني صح. هذا اللي بيميزه له هو البروسيجر. نعم. يمكن فينا نعلمها لحدا، منا سر، ما بقى في شيء سر اليوم، بس المشكل اذا صار في كومبليكيشن، وهذا وارد يصير. هي بس انه هيدا البيلينج
عادة بيتحضر بمستشفى يعني. ما هي يعني أنه مش رح لكن إذا الاستيتيسيان بدها تعمل اللي أنتم بتعملوه بنعمل كل شيء عندها. يعني الفيلينج بتعمله الاستيتيسيان يختلف بتصور يعني. إيه لأنه هداك نتوياج عادي. نتوياج مع شوية أسيد دفوي بيعملوا إكلا إذا بدك لفترة كم يوم يعني. وهي هي لا نحن عم نحكي ديب بيلينج اللي ما بينعمل غير عند الحكيم. يعني بده كم يوم بالبيت. وبيحمر. بيحمر منيح وتقشير كامل للوجه. إذا بدك هو حرق يعني بالطبقة السوبرفيسيال اللي فوق اللي على الوجه بنحرق وبنعمل ستيموليشن للكولاجين. نعم. لحتى يطلع عم بسطها يعني هلا لحتى انت عم تقول انه ليروح الاثار من 40 ل 60 يعني بس ممكن ما يكون في اثار بيكون في الحبوب هيدي وخلصنا منها بدون اثار اذا ما نلعب فيهم واذا إيه ما عم نحكي اذا صار في ايه واذا على بكير تعالجت. هلا مثل ما انت قلت على البيلينج او حتى على الليزر الكولاجين بده يتحرك بده ينعمل له ستيميوليشن بيعمل ستيميلاسيون وكانه بينفخ بصير كانه معبايه عبايه هالجوره البلويج هي الجوره بتفوش اذا بدنا نبسطها هيك كثير إيه. في طريقه ثانيه فينا اذا كانت صغيره وبتنحقن فينا نحقنها باسيد هيالورونيك اللي هو مثل الفيلر بنسميه بال بالعربي. هون شو عم نشوف قدامنا؟ هيدي اول شيء حكينا عنها اذا بدك فيزيوباثولوجي ليه بصير في اكنه يعني في غده مبينه بالاصفر هي المسؤوله عن افراز الزيوت وهي يلي بتفرز كثير فما بيعود في اليمينيشن لهالزيوت فبيكتروا وبتلتهي بالغده. ما بعرف اذا هنرجع نشوف كمان صوره ثانيه وراها شو بيكون نوع جلد ولا نوع بشره ولا عاده نوع البشره ومنورتهم عاده هودي يعني هون عم تشوف البشره المزيته اذا بدك هيدا اول سبب يمكن او اول اول ليفل من الاكنه هو البشره المزيته. طيب قديش بيلعب دور الميك اب لنحكي نرجع اكيد نحكي كل شيء له علاقه بالتجميل. هلا الميك اب بيلعب دور بانه يخلق هالاكنه او بس بيلعب دور انه يتعب البشره؟ لا بيلعب اكيد دور لانه على طول بنوصي نحن استخدام ميك اب اويل فري يكون لانه اذا البشره ميزته وعم نغطيها بميك اب اللي هي كوش كثير يعني فيها على مستوى الجلد هي سميكه للجلد لو نحن بالنسبه لنا مانا كثير سميكه عم نحط مزبوط يعني مثل الميك اب اللي بنستعمله على التي في لانه نحن لازم نكون اويل فري لحتى ما نطلع من لمنه. شفتوا شو كلنا منافع؟ عن جد نطلع مشفين. هلا هون عم نشوف هون الزيوان يلي عاده اذا كانوا قليل فينا نعمل له نتواياج بس عشرت كمان حتى نتواياج اوقات بيترك سكارز. مزبوط كانوا بالزمانات يعملوا نتواياج مثل بالكيرات يعني يشيلوا بدرجه دائما يترك سكارز. طيب هدول كمان بينعملوا عند استاتيسيان وقت بنعمل عندنا هالقد زوان اوقات في ناس عندها كثير زوان هل انتم بتعملوا هالشيء او الاستيتيسيان بتعمله؟ نحن بنعمل نتواياج وبنعطي علاج لحتى ما يطلع بدالهم لانه فينا نعمل نتواياج بلا علاج بعد جمعه بيرجع بيطلع غيرهم يعني. طيب هلا مين اكثر ناس يعني هل الشباب او البنات اللي انا بحس كانه الشباب بيعملوا اكنه؟ هيدي صوره الظهر اللي عم نشوفها هلا بعد شوي قطعت ورح نرجع لمعلش بيطلع لهم الشباب مثل ما بنشوف هلا اكثر شيء بنحس على كتافهم وعلى ظهرهم هن اذا بدنا نحكي بالمطلق حب شباب الشباب والبنات قد بعض بس على الظهر بنلاقي انه اذا بدنا نحكي بس بلوكيشن الظهر عند الشباب بيطلعوا اكثر وبطريقه مزعجه اكثر يعني بيتركوا سكارز مثل ما مبين. طيب وهون فينا نعمل لهم سيرجريز هو اللي فينا نعمل سيرجريز عاده هول بنعمل لهم بيلينج لانه هين على الظهر يعني. على الظهر يعني منك هلا انه عم تشتغل مثل على الوجه، الوجه دائما الواحد بيقول بدي اعمل الماكسيموم صح لحتى يزبط يعني للمريض ولاهله وللحكيم كمان ايه يعني طبعا. هون عم نشوف تحت الشعر بيعملوا اكنه تحت الشعر كمان اوقات بالرقبه هيدي بس تنقول انه مش على طول بالوجه يعني يعني بيطلعوا بغير لوكيشنز اوقات على الرقبه من بيأثر على هر الشعر عند الشباب اوقات فيها تكون متقدمه جدا الحاله لحتى تهر يعني بتروح البصله تبع الشعر. طيب اي بلاستيك سيرجري فينا نعمل فوق ساعتا زرع؟ فينا نعمل زرع بس عاده بيرجع بيطلع الشعر اذا وقف الاكنه. هول السكارز يلي هلا هول السكارز الكبيره يلي بتحسها مثل ما عم بيحكي كان جوزيف عامل هالنوبيل عاملين فيستول وفيستول. طيب هول بالدقن يعني هول السكارز مثل ما قلنا الحلول عاده بنعمل كل شيء
تما نوصل لهالستيج. نعم. طيب هلا مثلا هيدي السكار اللي عم نشوفها، هي بعد قديش فتره لصار هيك؟ لانه مش دغري يعني، مش دغري بفتكر بيعطي هال، في يعني اليوم بنشوفها كثير هيدي، انه بنعطي العلاج النهائي للاكنه ومن بعدها بس تنخلص العلاج بيروح الحبوب، بس بيبقوا هول البقايا اذا فينا نقول من الاكنه. لكن عندنا ليفلز بالاكنه. نعم. عندنا ناس بتعمل اكنه مثل ما بقولوا مثلا درجه اندوترا مثل الحريق. بس في اكل معين غير العلاجات الادويه اللي بتعطوها لنا يعني، ياكلوا اكل معين ليخففوا البشره؟ الناس بتقول ما لازم ياكل حار، ما لازم على طول خصوصا الاهل يعني شوب. نحن بكل شيء بالجلد بنحط السبب اذا بدنا نقول للاكل. هلا انا عاده نحن بنتبع الدراسات يعني بالاكنه، لقوا اشياء كثير نوادر بتعمل يعني خاصه بالاكنه، منهم السكيمد ميلك يعني اللي بيكون فيه كامل الدسم اذا فينا نقول، هيدا سكيمد او الحليب اللي فيه كامل الدسم. ايه هيدا بيعمل، هيدا بيعمل. لانه كلنا بناخذ ميلك. لا خوفتني هلا. بس غير هيك كل شيء خصوصي الاهل على طول بيحكوا عن الشيبس والشوكولا والحار والحار وهيك. بالدراسات ما بينت انه بيعملوا اكنه او حتى يمكن بيساهموا، بس ما منه نصاب. انا اذا واحد عنده استعداد واكل اشياء فيها حماوي وفيها ممكن، لانه مثلا البشره السوداء يعني. البشره السوداء بالمناطق الافريقيه بتحسها مدهنه يعني الاغلب، بس هو لمعيه لانه في، مشان هيك يمكن بنربطها بالحر او بنربطها بالكاري يعني. عاده يعني الاكنه هو مرض موروث يعني منورث، يعني في جينات بالعائله حدا عنده هالشيء قبل. طيب لكن لنوصل للليزر يعني بتكون يعني الواحد افضل يمرق بالبيلينج قبل، في عندك اشياء قبل اشياء مثلا نبلش بيلينج، ما زبط البيلينج بنرجع بنفوت على الاقوى اللي هو ليزر، بنرجع بنعمل بلاستيك سيرجري اللي بنفوت وبنجرب نلغي منشق ومنشيل. هلا مش اضبط شيء يعني، انا مثلا بقول لشو هالمعاناة؟ ليه ما بفوت دغري؟ لأنه في ناس ما بتحمل، يعني في ناس ما عندها أعصاب تنطر، لأنه يعني ما في أصعب منها الواحد يكون عنده سكار بوجهه. هلا بالجسم اتس فاين، فيك تخبي عادة. ايه ما بيسألوا عنهم، ما بيسألوا عنهم قليل. هلا الوجه مثلا هي الصورة اللي عم شوفها، أنه هالسيدة بدي بلش بيلينج، بعدين بدي بلش ليزر، بعدين لا يعني انه لا. هذه الحاله اللي نحن شايفينها هلا قدامنا، شو بنعمل اول؟ هو لا ما يعني على طول بنقول ما حتصير، بنتامل انه تصير ميرسي، بس عاده حتى ما نعطي امل إيه. وهو خاطئ يعني. هلا اذا في هالقد سوري، هذا الحكيم الشاطر، مش عم بعمل لك كومبليمون، لانه نحن بنقول دائما الحكيم ما بيسوى يعني، ما يخاف يقول انه لا ما رح تاخذوا فاينل ريزلت، لانه في عندك لسوء الحظ حكى مي رح تطلع متعقده وبتجنن نحل سملسه يو نو اول ذس. فكثير مهم يعرفوا انه ما في شيء 100%، لا ما في، وما في شيء سحر. والكال اللي شفناه انت مثلا بهيك حاله شو بتنصح؟ لانه في كثير ناس اكيد عم يشوفوا. لا يعني لو وحده فينا نعمل لها بلاستيك اذا بدك او سيرجري يعني، كمان بدنا نخلي براسنا انه كل جراحه بدها تترك كمان اثر. ايه بس يمكن قلت لك فضل اثر الجراحي اللي اصغر دفنتلي من هيدا اللي عم يبين على وجهي. اذا كان وحده سكار، وحده مثلا كان في حبه ونلعب فيها كثير وتركت، معقول نعملها، بس هيدي اللي شفناها في عندها كثير يعني، صار بدها كانه تقشير جلدي. هل شد الوجه بيقدر يساعد؟ يعني مثلا تعرف لانه وقتها بيصير في عندك هالسكارز بيصير عندك مثل تجاعيد وتعرجات، هل اذا الواحد عمل هيك انه مش هالقد، بعرف انه الشد مش هالقد بيشد، بس انه حسيت ماسكه باد امودلي جاوبيش انا لا. فانا قلت اذا الواحد بيشد الوجه حتى لو صغار، لانه سكارز يعني بيبلشوا بهالعمر، منه حل؟ جاي اقول لك يعني عادة ما حنشد اذا صغار، هيدا يعني صغار بس هيدا الكيس ما عاد في قصة عمر، صار في قصة انه قد ما الجلد هيك انه ما عاد في يعني، بدنا نساعدها بأي طريقة ما بفهم، يمكن انا عم بطرح شيء ما حدا فكر فيه. بس بتعرف لأنه أنا بقول دائما بلاستيك سيرجري للوجه بتصير مش دائما حسب العمر، أوقات الجلد هي بتتطلب ينعمل لها مثلا شد قبل بوقت، او تعمل لهم بوتوكس قبل بوقت. انا بعرف شباب عمرهم 15 سنه كان عندهم تجاعيد لدرجه بوجههم انه بتخاف على نتركها اكثر، فمشان هيك تراحت هالشيء. هلا اذا صار في ترهل بيمشي الشد، بس اذا ما في ما بينعمل ما بيطلع حلو يعني.
بتغير معالم الوجه، بتغير معالم الوجه وما بيتحسن جلدي. اه سوري ما تسمعوني، لكن انا هذا الاقتراح عم جرب لقى. لانه بدنا نسمي هذا العلاج لما لا لك شو، لانه دائما الواحد بده يحط حاله مطرح المريض. يعني المريض مثل ما انا هلا اقترحت بده يفكر بكل شيء، لانه بصير بيتامل باي حل، بس ما يكون مثل الصوره اللي عم نشوفها هلا. هون شو عم نشوف هون؟ البشره المزيتين. إيه في ناس هون كمان، يعني مثلا في كتير ناس الموضه انه بدنا نحط كريم ايدراتانت الصبح. نعم نحن مع، بس اذا في اكناه الكريم ايدراتانت مثل الميك اب عم بتزيد الاكناه، خصوصا اذا منا اويل فري. هول شو بيحطوا؟ لازم يحطوا في كريمات ايدراتانت اويل فري، بيكونوا يعني بيرطبوا بطريقه كتير قليله، وعاده بتكون عم تاخد علاج للاكناه. يعني يعني إيه مش لوحده، يعني مش كله بيروحوا سوا. يعني بالشعبي انه لازم تنشف الوجه مش ترطبه زياده. لازم نعمل اكيليبر، ما يكون كتير منشف لانه بيعمل اريتيشن، بس ما يكون مدهن يعني مرطب لدرجه انه صار عم يلمع. يعني في ادويه معروفه كتير ومشهوره كتير انه بس تتاخد اكيد بتعرفها شو هي، الدواء اللي كثير مشهور اللي بينشف الدنيا كلها يعني بالجسم حتى العيون. بيعطوه بس بيعطوه معه هاو تو تريت الجلد. هذا هو العلاج اللي ما حنسميه، هو العلاج النهائي اللي ما بيتسمى، بس هيدا اضبط واحد. ما فينا نعمل دعايه، بس في ناس بتخاف منه ببلش اسمه بحرف. بس هيدول الادويه ضروري، يعني اذا الحكيم نصح المريض يعني مفروض المريض ياخده، مش روح يسمع كمان الناس شو بتحكي. اوقات الفارماسيست بيتصحوا بشي تاني. الحكيم اللي بينصحكم ياه اسمعوه للاخر، لانه بفتكر عامل 12 سنه طب مش لحتى حدا. بس خلينا نخبرنا شو قصه الدواء، شو بيعمل ايه يعني هيدا؟ هذا دواء هو بينشف الجلاندي اللي شفناها اول شيء، هو بيخليها تشتغل بشكل اقل لان هي عم تفرز كثير. هلا كسايد افكتس بينحكى كثير اكثر من ما هو مظبوط، من ما هو يعني معمول عليه اذا بدنا ميت او انه مخيف. ويعني بنبلش انه بيقولوا انه بيؤدي الى الديبريشن مثلا. نعم. بيرجع بيطلع ستادي بتبين انه لا ما بينحكى عنها، هذا هيدي مشكله. يعني هو ما بيعمل ديبريشن، هن الحبوب والاثارات هن اللي بيعملوا الديبريشن عند حدا بيعمل صحيح. مراهقه يعني. نعم. نعم. ما بينصح، ما بيضعف، هو بينشف الوجه، بينشف الشفاف، بينشف اوقات العيون يعني. نعم. وفي له بده يكون في له متابعه، في اشياء معه بتنوصف لحديت لحتى يروح هال اكيد. بعدين كل حدا عنده اسئله عنه يعني بده يسال اللي بيوصفه كثير، اللي بيعرفه، مش ايه مش مش اللي ما بيعرف كل شيء بالميت اللي بيركبه، بس كل الناس بدها تلحقه. هون عم نشوف كيف عم نشيل الزوين قديش ضفيركم سام. هيدي يعني صوره قصد لحتى هي مسميها اكناء اكسكوريا، يعني احنا بنقعد بنلعب بالحبة. عادة اللي بيضل من ورا هالشي هو أثرات يعني. أوكي. ومش عطول جوار، أوقات بيكون دبغ يعني دابغة لونة أغمق الجلدة. نعم. كمان هو اللي في لهم صعوبة لحتى نعالجه، يعني إذا ما استعملنا الضفير يعني الواحد حط شيء بإيديه بصير أسهل بكلينكس يعني ويشيلهم. لا ما يدقرون، ما يدقرون، أفضل يروح عند حدا مختص جوزيف يعني. وعادة ما كتير نحن منروح بوش إنه نعمل نتواياج يعني، لأنه فيها الريسك لو بإيدين حكيم. وبعدين بالآخر عم يعمل تريتما، وهالتريتما مفروض هو يطلع الأشياء أو يلغيها، يعني الحكيم عارف شو عاطي بالصححة وتجي على المطرح المناسب. لكن نحن لحتى هيك نعمل راب أب على اللي حكيناه، حكيم شو عندك كلمة أخيرة تحكي بالنسبة للسكارز وتقول للناس اللي عم بيمرقوا بهالمشكلة الكبيرة؟ أول شيء ما حدا يتأمل 100%، ما في 100%، يمكن الهدف أو اللي بنتمناه إنه نوصل لل 100%، ولكن اليوم بالطب ما قادرين نوصل أكثر من 40 60 يعني 70 ماكسيموم. نعم. بالمية. هيدا واحد. اثنين، اللعب بالحبوب بيؤدي إلى مشكلة أكبر من الحبوب. ثالث شيء أكيد بدهم يتبعوا نصيحة حكيم الجلد اللي هو متخصص فيها لهالحاله يعني، وينتبهوا على الميك اب والكريمات اللي عم يستعملوها ويعرفوا كيف وياكلوا بالدنيا. نحن بنشكرك حكيم، اكيد لنا لقاء ثاني معك ان شاء الله، بلكي بنحكي عن مواضيع معينه ونشوف. بدي سؤال قبل ما اختم، انه معقول الواحد اذا ما طلع له حب شباب مثلا في شيء غلط بيكون؟ لا لا، في ناس ما بيطلع لهم، هذا نعمه بتكون. اه نعمه. لا لا ايمان، الهرمونات كلها ظابطه. بس كثير لك حكيم، ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لكل المشاهدين، احنا مكملين احنا وياكم على الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.